اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه بضيفي في هذه الفقره. انا متعود اصل الكابتن طارق ده بالنسبه لي يعني مثل اعلى وحاجه كبيره جدا. نجم الكبير كابتن طارق العاشر. ازيك كابتن طارق؟ كابتن اسلام شرف ومنور. الله يخليك. انا ببقى سعيد جدا لما حضرتك تبقى معايا. وانا اسعد والله. اه والله النهارده كمان بقى سعادتي زادت. اصل انا احمد كنت بشوفه هو يعني وهو بسم الله ما شاء الله كان لسه ايه دلوقتي خلاص ولد صغير يعني بسم الله ما شاء الله دلوقتي مدير فني. ازيك يا ابو حميد؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله مبسوط. انا مبسوط ان انا مع حضرتك بقى كمان. ازيك يا ابو عز؟ خلاص كبرنا بقى. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يخليك. الحمد لله تمام. كويس تمام يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. كابتن طارق هبدا مع حضرتك، ولكن يعني بعد اذنك نطلع نشوف تقرير عن الكابتن طارق العشري مدربا ولاعبا الحقيقه كبير جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو واحد من اهم وابرز الشخصيات الكرويه، فضلا عن انه مدرب مخضرم فرض اسمه ونفسه على الجميع بسبب شعبيته الضخمة في مصر. اسم مخضرم لا يختلف عليه اثنان من جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها، فهو شخصية مهذبة لأقصى درجة وراقي جدا في كل شيء، سواء في التدريب أو تعامله مع الجميع. هو المدرب الرائع طارق العشري. ولد في كفر الدوار في شهر نوفمبر عام 1964، ونشأ في قريته، وبدأت عائلته باكتشاف موهبته في كرة القدم. كانت بداية طارق العشري في كرة القدم في نادي الاتحاد السكندري في فترة الثمانينيات. ظل يلعب لنادي الاتحاد حتى أصبح كابتن الفريق، وحمل شارة القيادة للفريق السكندري في كل المباريات التي شارك بها مع الاتحاد في الفترة من عام 1985 حتى عام 1999 في الدوري المصري وبطولة كأس مصر. ثم استعد اللاعب طارق العشري للمشاركة وتمثيل المنتخبات الوطنية المصرية. فبداية وجوده في المنتخبات الوطنية في عام 1985 وحتى عام 2001، لتستمر إنجازات اللاعب طارق العشري مع المنتخبات الوطنية لاعبا ومدربا، حيث شارك وساهم مع المنتخب المصري العسكري في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في القاهرة في عام 2001، والتي فاز بها المنتخب المصري العسكري، وحصل بعدها كثير من اللاعبين على جوائز فردية، خاصة اللاعب والمدرب طارق العشري الذي حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. بعد اعتزال اللاعب طارق العشري لكرة القدم حقق بطولات رائعة ومميزة، وفي بداية مشواره التدريبي في عام 2001 قاد الإدارة الفنية للمنتخب المصري العسكري، وحصل على بطولة العالم العسكرية في القاهرة. ثم تعاقد معه نادي حرس الحدود الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز المصري موسم 2001-2002، وظل مديرا فنيا لفريق حرس الحدود السكندري حتى عام 2006. ومن أبرز إنجازاته مع حرس الحدود في تلك الفترة أنه حقق المركز الثالث في الدوري المصري، مما ساعد في دخول نادي حرس الحدود للاشتراك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والاشتراك في بطولة أبطال العرب. وفي موسم 2006-2007 قاد نادي حرس الحدود والحصول على المركز الرابع في الدوري المصري، واستطاع العبور بهم إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر والاشتراك أيضا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وفي موسم 2007-2008 أيضا في القيادة الفنية لنادي حرس الحدود، فحصل معهم في ذلك الموسم على المركز الخامس ببطولة الدوري المصري والعبور أيضا إلى الدور قبل النهائي من كأس مصر. ظل في قيادة حرس الحدود في موسم 2008-2009 وحقق معهم المركز الرابع في الدوري المصري والوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق إمبي، وانتهت المباراة بفوز حرس الحدود بركلات الترجيح 4-2 والحصول على كأس مصر عام 2009. وبعدها لعب حرس الحدود بقيادة طارق العشري مباراة السوبر أمام النادي الأهلي المصري، وفاز حرس الحدود بكأس السوبر 2009. وفي موسم 2009-2010 قاد المدير الفني طارق العشري حرس الحدود وصعد بهم إلى الدور النهائي من كأس مصر أمام النادي الأهلي المصري عام 2010، وحقق الفوز على الأهلي بركلات الترجيح وتحقيق بطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي. من أبرز إنجازاته التي لم تكتمل هو الوصول بحرس الحدود عام 2011 للتربع على عرش الدوري المصري،
ولكن تم إلغاء الدوري في يناير 2011 ليبقى طارق العشري علامة كروية بارزة في تاريخ الكرة المصرية، وهو حقا تاريخ لامع كلاعب ومدرب. وعلى نهج ابن الوزي عوام، دخل نجله أحمد طارق العشري المجال التدريبي وخاض العديد من التجارب الناجحة في منصب الرجل الثاني تحت قيادة والده، وكان ذلك مع أندية حرس الحدود والمصري، ثم خاض تجربة الرجل الأول مع نادي بروكسل أحد أندية القسم الثاني قبل أن يرحل عن الفريق. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، ما تقلقش ما نسيتكش، لازم يعني برضو نقول كلمتين في الآخر. كابتن طارق، قبل ما أبدأ مع حضرتك في كل شيء، لكن كان من أهم الانتقادات اللي كانت بتوجه لموسيماني خلال الفترة اللي فاتت عدد الأيام في الأجازات الطويل، إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟ يعني إن هو إدى النهاردة 8 أيام أجازة للاعبين بعد نهاية المباراة، إيه رأيك؟ أنت راجل يعني أنا بثق في رأيك جدا في هذا الأمر. هو طبعا أنا خلي بالك شدني التصريح ده أو الثمان أيام ديت، شدتني بشكل كبير جدا، خاصة إن وما فيش شك طبعا يعني خلينا نقول اللي إيده في النار مش زي إيده في الماء. وهو طبعا اكيد الكلام ده عارف البرنامج بتاعه، حاطط البلان بتاعه بشكل كويس جدا جدا، وقد ايه ان الراحه هتفرق مع النادي الاهلي. العدد الايام يعني انا يمكن اختلف مع يعني انا لما جيت اختلف بقى في الايام لما جيت اعطيت مثلا الطلائع بعد المجموعه المباريات، لعبنا حوالي 6 مباريات متتاليه ورا بعض فيها ضغط. طبعا انا مش زي النادي الاهلي، النادي الاهلي ما شاء الله مشوار في الدوري ثم في البطولة الإفريقية، سفر يعني إجهاد ما في الشك، يعني إجهاد كبير جدا على الصعيد البدني الصعيد الذهني. ويمكن أنت إحنا خضنا الكلام ده يعني بتجربة شخصية، مظبوط، يعني ما في الشك طبعا السفر حتى ذات نفسه مرهق جدا جدا، حتى وإن كان النادي بيوفر طيارة خاصة، لكن برضه في نفس الوقت يعني بتطلع مباريات المحلية البطولات الإفريقية. بعدين الأهلي في الفترة الأخيرة مر بظروف كمان لعبته جايه من المنتخب ما فيش شك مرهقه جدا جدا، فطبعا وطلع يعني في الظروف الاخيره دي طبعا اللي هي في البطوله الافريقيه والامور كانت معقده في المجموعه قبل مباراه المريخ الثانيه، مظبوط، فالكل كان قلقان بشكل كبير جدا، كل ده ضغط ذهنيا حتى ما فيش شك. فطبعا هو ادرى يعني موسيماني وجهازه الفني ادرى بلاعبيه، يعني انا يعني متاكد يعني مش اعتقد لا متاكد أنا هو دارس الموضوع بما يفيد الفريق. يعني شاف ان هم محتاجين الراحه، احنا من بره شايفين انها كتير انه 8 ايام عشان يرجع تاني للاعبين، لكن هو شايف اكيد هو مبرمج نفسه بشكل كويس جدا على ان الراحه ديت هتكون مفيده اكتر للاعبين اكتر من التدريب. فطبعا هو اللي ادرى بلاعبيه، وان كان طبعا الناس خايفه طبعا لطول المده، لان كل الفرق بتستعد، يعني كل الفرق اعتقد يعني عطت الثلاث ايام وبترجع تاني تستعد. مفيش شك طبعا في دخله رمضان عليك برضو، دخله رمضان في الوقت مختلف. الكبير ده مختلفه كبيره جدا، لكن هو مفيش شك بيراهن على ان عنده مجموعه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي في المنتخب، فدول مفيش شك حسبناهم هم 7 7 يعني قوام اساسي، لا 7 وفيها 5 مصابين اللي هم الاصابات الطويله يعني بدر وعمار واكرم ومحمد هاني، مش طويله يعني اقصد 15 يوم ولا 12 يوم هيقعدهم لسه، وبقيه اللاعبين وحد كمان، فدول 5 و7 دي 12 لعيب اكيد طبعا بيتكلم مع مخطط الاحمال بتاعه على اساس ان دي هتبقى انا اعتقد يعني مش راحه سلبيه، الباقي بقى هو مديلهم راحه ايجابيه. انا فاكر ان في حضرتك برضو في وقت من الاوقات بس كان ايام الكورونا يعني كنت مدي اللاعبين برضو، كان اعتقد ساعتها في حرس الحدود مدي لهم برنامج هو كل الانديه او كل الانديه يعني كل الانديه يعني عملت الاونلاين ده للاعبين على اساس ان هم ما يفقدوش من اللياقه البدنيه بتاعتهم، لكن خلينا نقول ان اللاعب المصري لازم يتحط تحت عينيك انت كلاعب كمدرب لان لما بتسيبه خلصت الامور يعني بتسرح شويه، وخلينا نقول ان العقليات يعني مختلفه عن العقليات اللعيبه البروفيشنال الاوروبيه، لان هناك 1+1=2 وعارف ان هو هيشتغل ازاي وعارف ان امتى هيريح امتى هيعمل ويك اند بتاعه، لكن اللعيب المصري لما بتسيب له الحبل الدنيا بتبوظ شويه.
فلازم يتحط تحت كنترول كويس جدا 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 ويتعمل له برنامج كويس جدا وينفذه بحذافيره حتى في راحاته الايجابيه بيبقى معمول له بلان ان هو هينفذ ايه في الراحات الايجابيه دي. فانا اعتقد ان موسيماني وجهازه الفني يعني متفقين على الراحه دي محتاجها النادي الاهلي للمجموعه الثانيه، لان المجموعه المنتخب يعني الله يكون في عونهم مواصلين مواصلين من البطوله الامم الافريقيه من البطوله العربيه كمان، لان انت عارف انت من البطوله العربيه للبطوله الافريقيه وبعدين دخلوا في كاس عالم الانديه مش رجعوا للنادي الاهلي وبعدين دخلوا في معمعه التصفيات بطوله الانديه الافريقيه وبعدين دخلوا في معمعه الدوري العام الدوري العام، فطبعا وبعدين مواصلين لمباراه مهمه مع السنغال، والنهارده المنتخب بيعتمد على القوام العصب الرئيسي للنادي الاهلي هم اللي بيعتمد القوام الرئيسي للمنتخب مظبوط. ف انا اتمنى ان الراحه ديت ما تاثرش عليهم بالسلب وان هي تيجي بالايجاب زي ما هو متوقع ومرسوم من الجهاز الفني. ايه رايك يا احمد في مثل هذا الامر؟ انا عارف ان انت لكن واخد من باباك كتير جدا في هذه الامور، ولكن من وجهه نظرك برضو شايف الامر ازاي؟ وزي ما قال الكابتن انه اكيد مستر موسيماني ان هو اضرب اللعيبه بتاعته، يعني اضرب اللعيبه من الناحيه البدنيه، يعني ان هو يديهم مده زي 8 ايام زي ما حضرتك بتقول او اكتر او اقل، فاكيد هو اضرب اللعيبه بتاعته. بس احنا يعني في المجمل العام هي حاجه الناس مش واخدين على كده مش واخدين ان دي تبقى فتره طويله جدا بالنسبه للاجازه للاعب المصري، يعني خصوصا اللاعب المصري بيبقى محتاج كنترول كويس جدا من مدرب، ما بيحتاجش ان هو يبعد فتره طويله زي المده اللي النادي الاهلي اخدها. بس اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني عنده بلان، يعني اضرب اللعيبه بتاعته وعنده بلان كويس ان هو يقدر الثمان ايام دول هو مقسم الثمان ايام زي ما اتقال لي، يعني مش هياخد القرار ده الا ما يكون مدروس مع مخطط الاحمد بتاعه. خصوصا ده بقى انت عارف يا كابتن ده اول ماتش دي، ده خصوصا يوم اتنين يعني واقعيا دلوقتي اول رجع يوم 14، يعني بتكلم عليا يوم 14 الشهر اللي جاي، يعني في جاب كبير جدا حوالي 29 يوم. اوكي 29 يوم كبيره جدا جدا، يعني وقت كافي. ده كان طالع الجيش يعني ده بالناس انا بتكلم على طالع الجيش. هو مش هو مش هياخد القرار ده الا ما يكون قرار مدروس من جميع النواحي بدنيا وفنيا حتى على صعيد الراحه الايجابيه المفيده للاعبي النادي الاهلي. هو شايف ده ان في التوقيت ده هيبقى الراحه دي الناس ممكن تكون نظره لها ان هي ممكن تكون سلبيه هتاثر على مستوى اللعب. لكن هو شايف انا كل تصاريحه كنت متابعها، لان كان كل تصريحه بيقول لك احنا بنعاني من الارهاق، اللعيبه بتاعتنا مرهقه لان هم فعلا اللعيبه الوحيده اللي مواصله على جميع الاسعار. صح، ولكن هو في نفس الوقت هو كابتن برضو ما هي حصلت قبل كده، يعني هو انا افتكر لو تفتكر معايا يا اسلام بس دي كان في نهايه الموسم مستر مانويل السنه اللي الاهلي خد فيها الدوري بدري وسافر البرتغال وكان في ماتش اجازه اللعيبه الاساسيه خدت اجازه صح على اساس ان خلي بالك كانت المواسم متلاحمه صح، فقال لك دي الجاب الوحيد اللي حد فيه اجازه ولعب بفريق تاني اعتقد مع الكابتن حسام البدري بقيه المباراه وحتى النادي الاهلي يعني اتهزم اتغلب الماتشين بس كنت خدت الدوري بالظبط كده ما كانوش يفرقوا معاه بس هو قال ان لازم اللعيبه تاخد اجازه خدنا 3 اسابيع يعني بالظبط كده مظبوط. فهو انا اقصد ان هو قبل كده عملها وما تزال ساعتها يعني ولغايه دلوقتي نتائج جيده، بمعنى وانا كان مطلوب مني ايه كمدير فني؟ مش مطلوب مني حاجه غير ان انا اعمل نتائج جيده تهيألي يعني طبعا. بص النادي الاهلي حتى وهو كان داخل مع مباراه المريخ وفي بعد الاقصاء من سان داونز، طبعا انا بالنسبه لي غريبه ان انت تتغلب رايح جاي ان النادي الاهلي يعني يتغلب رايح جاي من سان داونز، يمكن هو يمكن الاقوى في المجموعه، لكن ما كنتش قلقان على النادي الاهلي. انا كنت قلقان ان النادي الاهلي بيمر بظروف اصابات كتيره اجهاد كتير كان بيأثر ما فيش شك اللعيبه الاساسيه. انت النهارده كل مدير فني لما بيوصل لعصب فرقه منسجمه اساسيه ما فيش شك طبعا لا انا قصدي لما بيغيب منهم واحد انت بص النهارده مباراتنا اللي احنا قبل ما نخش الاستوديو برشلونه بنزيما بس غايب مش عايز اقول لك كام دلوقتي اوعى تقول لي زادت كام والله 4-0 يا كان باين. انا عاوز اقول لك يعني بنزيما مأثر بشكل كبير واحد الدرجه دي
في الشكل في الشق الهجومي لفريق ريال مدريد. شوف قد ايه. لكن انا شايف الشوط الاولاني طبعا برشلونه يعني رجع برشلونه بتاع زمان. شويه الولاد اللي موجودين الصغيرين. لا ولا تشافي رجع للولاد في وقت قصير جدا جدا. صراحه انا كنت قاعد يعني مستمتع. لكن خلينا نرجع نقول ان القرار اعتقد ان هو مدروس. وان هو طبعا يعني هيكون في صالح لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله الراحه الايجابيه دي للمجموعه اللي هي طبعا خدت الراحه. المجموعه الثانيه يقول يا عيني عليهم يعني نصيبهم كده كده مديهم. لا لا كده كده. وبعدين هم كابتن معلش مع حضرتك مثلا لو كنت مثلا لا انا بتكلم على مجموعه المنتخب. مجموعه المنتخب بتكلم على موضوع المنتخب. حسبك بتتكلم على ان هم متواصلين السبعه دول مواصلين المشوار وهيرجعوا على المعمعه. يعني هرجعوا هيدعكوا تاني يعني. ده هم دول اللي ما خدوش. ده 29 هيرجع يوم 30 يلعب يوم 2 بالظبط. ده برده كانت حاجه غريبه جدا. برده يا احمد انت شفت مباراه الاهلي والمريخ ازاي؟ يعني هل كنت شايف او كنت قلقان على النادي الاهلي؟ شفت المباراه من الناحيه الفنيه ازاي؟ لا انا ما كنتش قلقان على النادي الاهلي وخصوصا من مباراه نادي بيراميدز. من مباراه نادي بيراميدز ابتدى النادي الاهلي كان في فتره من الفترات كان متذبذب شويه في الاداء. لكن من مباراه نادي بيراميدز ابتدى النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. وخصوصا ان مستر بيتسو موسيماني كان ابتدى الدوري بطريقه 3 4 3 لكن هو عدل فيها بخصوصا ان هو اما مستر كروش اكتشف له هديه محمد عبد المنعم ورجع لطريقه 4 2 3 1 ثاني. ودي اللي ابتدى يحافظ عليها من مباراه بيراميدز لغايه مباراه المريخ. فكان مباراه المريخ ابتدى برضو بنفس الشكل اللي هو نهى بيه من مباريات الدوري وابتدى ضاغط زي ما هو على طول متعود مستر بيتسو موسيماني بيحب يضغط. لا ما كنتش قلقان. ماتش المريخ لا 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 ما كنتش قلقان حتى خلص. لما تعادلنا في النادي الاهلي لا لا انا كنت متاكد ان النادي الاهلي هيكسب الماتش ده. ومتاكد من اول لما خسر من سان داونز عارف ان النادي الاهلي هيرجع وهيصعد برضو فما فيش قلق خالص على النادي الاهلي. قبل بس ما اروح لكابتن طارق ما بتضايقش مثلا لما حد يقول لك هو انت بس ايه انت ما لعبتش كوره كتير صح ولا لعبت؟ بطلت في سن 25 سنه بسبب الاصابات يعني. بسبب الاصابات ما بتضايقش بقى ومحدش بيسالك يعني انت عشان باباك مدرب فانت شغال نفس الشغلانه ما بتضايقش؟ هو طبيعي كده كده هيتقال. هو كده كده هيتقال. لكن انت تبقى هتنجح هو ملوش علاقه بان انا انجح ولا هو هيحطني في مكان كويس. لكن انا انجح دي بتاعتي انا دي انا دي واجتهادي بقى. لكن هو يحطني زي ما حطني مثلا في الاستاف التدريبي معاه. لكن انا اكمل وانجح دي اجتهاد انا دي اللي انا بحاول اثبته للناس. لكن كده كده انا لو ههتم بالكلام وهسمع للكلام مش هعرف اشتغل. انت طول عمرك برضو بتقابل الموضوع ده حتى في وانت بتلعب يعني. وانا بلعب ومن وانا صغير والله. بس هي انا كنت باجي عليه صح يعني زراعه يعني عمره يعني هو بيلعب كنت باجي عليه راجل على الرغم ان هو كان لعيب كويس. فطبعا هو دي ضريبه يعني ابناء العاملين في الحقل دايما يعني. لكن هي الضريبه في كل المجالات الاباء دايما بيساعدوا اولادهم طبعا في كل هتلاقي على صعيد القضاء على صعيد المدرسين على صعيد الدكاتره مهندسين كل المجالات صح تمام. فانت بتشوف التالنت بتاع الولد بشكل كويس وانت متابعه فبتحطه في المجال اللي هو بيحبه عشان يبدع فيه وبعد كده يبتدي ينطلق. لكن المساعده لازم بتيجي من الاولى بالدفعه الاولى طبعا. لكن ينجح زي ما هو قال الاجتهاد والنجاح دي حاجه بتاعتي انا مش بتاعتك انت. هو عنده صراحه عنده بادره او نواه مدرب جيد يعني على الطريق باذن الله. شايف انت ان احمد يمشي في هذا الاتجاه ويمشي في اتجاه التدريب؟ لا ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كويسه جدا. وده يمكن اللي انا بقوله على طول الاول في تعب وبعد كده ان شاء الله الامور هتبقى سهله ان شاء الله. قبل ما نسيب النقطه بتاع التدريب يا كابتن برضو الاتحاد السكندري واقالته او توجيه الشكر لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن بناء على البيان اللي طلع يعني من النادي الاتحاد وتعيين الكابتن عماد النحاس برضو اسم صاعد في مجال التدريب. ايه راي حضرتك في هذا الامر؟ شوف طبعا بما انك واحد من ابناء الاتحاد طبعا مفيش شك الاتحاد طبعا يعني عنده جمهور شرس جدا وانت عارف طبعا مش الاتحاد بس الاتحاد والاسماعيلي والمصري الانديه اللي اصحاب الجماهيريه خاصه الساحليه دي وكان البلان ان الاتحاد يبقى من الفرق على الاقل الاربعه الاولى. ليه؟ لان انا كنت لامس طبعا قربي من الحاج محمد مصلحي صراحه ده قدم دعم كبير جدا جدا لفريق كره القدم. وشوف حتى على مستوى الصفقات اللي جت وصفقات كبيره وخلي بالك بمبالغ كبيره مبالغ ودي ما كانتش موجوده ايامنا خالص ايامنا احنا كنا بنعاني من النقص. لكن على الصعيد
نادي كانشاءات حاج محمد مصلحي بصراحه يعني عمل نقله كبيره جدا لنادي الاتحاد. نعم. وتحس ان في نادي انت تفتخر بيه كابن من ابناء النادي او حتى على صعيد الاعضاء. وكمان ما تنساش ان فرقه كره القدم وفرقه السله الفرقتين اللي هم يمكن مبعث السعاده لجماهير نادي الاتحاد السكندري. مظبوط مظبوط. انا كواحد من ابناء نادي الاتحاد السكندري كنت شايف ان من زمان الكلام ده ان مش ممكن اسكندريه ما يبقاش عندها نادي يبقى على الاقل ينافس على البطولات المحليه على الاقل وكمان يشارك في البطولات الافريقيه. نادي الاتحاد عنده المؤهلات دي. نادي الاتحاد عنده المؤهلات دي. الفتره اللي فاتت طبعا في شك طبعا مر نادي الاتحاد بفتره مذبذبه في النتائج والنتائج طبعا بتهز عرش اي مدرب طبعا. فطبعا حصل نوع من عدم الثقه بين الجماهير وبين الجهاز الفني وكمان عدم تنفيذ للبلان اعتقد او التارجت اللي كان ممكن مرسوم لنادي الاتحاد السكندري. فكان على يعني خلاص يعني كان لابد من تدخل مجلس الاداره في التوقيت ده وتوجيه الشكر الكابتن حسام. كان حسام صراحه جهاز الفني عملوا عليهم في وقت من الاوقات الدنيا ساعات المدير الفني بتقف ويمكن انت عارف ان المدير الفني انا اكتر واحد مجرب الكلام ده شنطتي جنب الباب يلا بينا في اي وقت من الاوقات انت هيقولك متشكرين هم متشكرين طالما انت عملت اللي عليك ويمكن ممكن يكون واحد حتى مدرب بيعمل كل شيء لكن الدنيا واقفه الدنيا مش ماشيه معاه. فهنا بيبقى دور الاداره ان هي في التوقيت الجيد وانا اعتقد ان في توقيت جيد جدا كابتن عماد حاس وعماد من المدربين الواعدين اللي قدموا شايف عماد مدرب كويس مواسم جيده مع نادي المقاولين. ان شاء الله كمان تبقى المحطه دي كمان محطه مهمه جدا جدا لعماد ان نادي جماهيري بيتولى نادي جماهيري نادي كبير عنده طموحات عنده جماهير بتتطلع للفوز مظبوط في تارجت ان النادي اللي عاوز يحققه. فاتمنى ان هو يكون موفق ويحقق الامال الكتيره جدا اللي هتنعقد عليه مزبوط. رغم ان دي انا بقى يعني بتبقى طبعا حمل كبير عليه لكن انا متاكد ان عماد هيبقى قد المسؤوليه باذن الله وربنا هيوفقه وهينجح طبعا بدعم الحاج محمد صلحي وادارته المحترمه ودعم كمان الجماهير. الجماهير لها دور كبير جدا جدا في التوقيت ده لفوقان فرقه نادي الاتحاد السكندري. زي ما انا شايف الدعم الكبير جدا برضو لنادي الاسماعيلي في الوقت الحالي كله زعلان على نادي الاسماعيلي ان نادي الاسماعيلي بيتزايل قائمه الدوري. فتحس ان الانديه ديت في كل ربع مصر لها يعني حته في كل حتى لو انت بتشجع النادي الاهلي لكن بتحب الاتحاد بتحب الاسماعيلي بتحب المصري الانديه ديت لها كيان كتير جدا عند جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. فانا اتمنى النادي الاتحاد ان ربنا يوفقه ويرجع تاني لمكانته وكمان تبقى ياخد مكانه احسن كده ان شاء الله مع الكابتن عماد. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل ونشوف نتيجه ريال مدريد كام بالمره. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين ولا تزال النتيجه ما بين ريال مدريد وبرشلونه 4-0 لفريق برشلونه. ما نشوف ايه اللي هيحصل في نهايه هذا نهايه هذه المباراه. كابتن طارق انت توليت انديه كتير جدا في الدوري الممتاز يعني ام بي الحرس طبعا والجيش ووادي دجله مصري انديه كتير جدا ام بي اعتقد المقاولين انديه كتير وكبير لكن احلى التجارب او اهم التجارب بالنسبه لك ايه واسوأها بالنسبه لك؟ يعني اهم التجارب مفيش شك طبعا الحرس. الحرس طبعا احنا قعدنا مده طويله جدا قعدت فتره والمده دي فيها نجاحات فيها بطولات ثلاثه فيها ثلاث بطولات وفيها قمه الدوري صح في الوقت اللي اتلغى قمه الدوري وبعد كده من حيث الاهميه امبي لان انا رحت حققت مع امبي مركز ثالث اهلي بنغازي ومشاركه في البطوله الافريقيه بعد كده ده على الصعيد المحلي يعني دول اهم تجربتين وحققت فيهم نتائج. على الصعيد الخارجي طبعا مع اهلي طرابلس بطوله الدوري مع اهلي بنغازي طفره كبيره جدا جدا على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المحلي ويمكن احنا اتقابلنا مع النادي الاهلي في دور 16 واقصينا النادي الاهلي وده كانت يعني مفاجاه كبيره جدا ان اهلي بنغازي يقصي النادي الاهلي رايح جاي في مباراتين لو تفتكر مره في تونس ومره هنا في القاهره 1-0 هناك في تونس و 3-1 او 3-2 هنا في القاهره. فطبعا دي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا لاهلي بنغازي وكانت طفره كبيره جدا مع اهلي بنغازي. بعد كده الانديه كلها اللي توليتها كانت متوسط كنت حظي يمكن في الفتره الاخيره ان انا كنت بروح لانديه
حرس الحدود وادي دجله حتى الطلائع في الفتره الاخيره ان هم كان مركزهم بتبقى متاخره وان كان بروح عشان الفرقه تبقى في الدوري الممتاز. فطبعا ما فيش شك الحمد لله بيبقى تجربه قويه جدا، ما فيش شك فيها ضغوط كبيره جدا عصبيه، ان انت لما بتلعب بتحط يعني تاريخك الكروي كله وخبرتك عشان تنقذ الفرقه وممكن ما تبقاش موفق وتنزل فبتت يعني بتتحاسب عليك طبعا بتتحاسب عليك. الناس ما بتبصش انك ضحيت عشان توصل للمكان ده وتتولى المكان عشان تنقذ الفرقه. فلا بتبص ان انت مين اللي مع المدرب مع الفريق نجح ولا ما نجحش، بتقاس كده. هو نزل يبقى هو اللي نزله. هو هي بتقاس كده. فطبعا يعني الفتره اللي فاتت الحمد لله ودي دجله في الدوري الممتاز، حرس الحدود قبل ما ينزل برضو مريت بالتجربه ديت كانت شديده جدا وكان ابقى في الدوري الممتاز. تفتكر كنا بنمر بخمس مباريات متتاليه من الصعيد القوي يعني قويه جدا ماتش جدا. أنا فاكر. لا كان اخر ماتش الزمالك التانية. الزمالك فالزمالك وكنا بيراميدز والاسماعيلي والمصري وكان وادي دجله، خمس ماتشات احنا يمكن حققنا فيهم نتائج ايجابيه وكان على اثرها ان حرس الحدود بقى في الدوري الممتاز. كلها تجارب، يمكن حتى تجربتي مع طلع الجيش الاخيره ديت انا جبت يعني تجربه برضو بالنسبه لي من التجارب الحلوه بالنسبه لي. ليه؟ لان انت واخد الفرقه في المراكز الاخيره ثلاث اماكن بخمس نقاط، وبعدين تستغل فتره الدوري قصدي البطوله التوقف بتاعت المنتخب بشكل كويس، يعني جت في صالح صراحه. لو انا رايح والمباريات متتاليه كانت الامور ممكن تبقى معقده، لكن فتره المنتخب فادتني بشكل كبير جدا اللي فاتت طبعا بتاع طوره الامم، انك ترتب البيت على كل الاصعده وتكتشف اللاعبين عن قرب، وبعدين ترتب البيت بدنيا. انت عارف شغلنا البدني بشكل كويس جدا لان انت جربت معانا ازاي بندوس على اللاعبين عشان يوصلوا، لان انت ده عنصر مهم جدا بيساعدنا في تنفيذ افكارك. فلازم الفرقه تبقى واقفه بدنيا على حيلها، وبعد كده بتخش على الشكل المهاري والخططي وتختار اللاعبين. لعيبه الطلائع صراحه الكواليتي بتاعها جيد، يمكن احنا خدتهم كان عندهم حاجتين سلبيين. السلبيه الاولى ان هم دخل فيهم 10 تجوان، ده يدل ان الناحيه الدفاعيه بتاعت الفرقه ككل سيئه جدا. 10 تجوان كان في حوالي في 8 مباريات، يعني الرقم انت رقم تتخضر رقم كبير جدا. والحاجه الثانيه ان هم على الصعيد الهجومي ما جابوش غير جونين، واللي جايبهم اثنين مدافعين وكورتين ثابتين. اذا انت عندك قصور في الناحيتين، ناحيه دفاعيه عاوز ترمم الدفاعات ديت بشكل كويس، عاوز الفرقه تقف على حيلك كلها از توتال وتعرف تدافع بشكل كويس، وعاوز تكثف من التطوير الهجومي لكل اللاعبين على اساس ان انت تطور الناحيه الهجوميه. فكان صراحه عمل شاق جدا في شهر عشان نوصل في الست مباريات الاخيره ونوصل للرقم 14 اللي هي 14 نقطه، تحقق 14 توصل للرقم 14 بعد خمسه وتنتقل نوعا ما في المنطقه الدافئه قبل التوقف اللي هو الاخير ده بتاع المنتخب. هيفرق تاني برضه طبعا، هيديك براح انك ترتب تاني لمرحله تانيه لاربع مباريات اللي هي متبقيه من الدور الاول. فانا قسمت شغلي لجزئين، الجزء الاولاني اللي هو بعد الشهر ده الست مباريات دول وحقق عملت فيهم حققنا فيهم الهدف. ثم الجزء الثاني اللي هو ال 25 يوم او 28 يوم اللي جايين دول عشان الاربع مباريات الاخيره. الاربع مباريات الاخيره اللي هنبدا بانبي ثم سيراميكا وبعد سيراميكا النادي الاهلي ونختم بالاسماعيلي. اربع مباريات من العيار الثقيل طبعا. فانت محتاج اعداد جيد للولاد بشكل كويس، ترتيبه جيده، اعاده فلتره اللاعبين بشكل كويس جدا، يعني اعاده تاني على الشق الخططي بشكل كويس. وانت عارف ان انا بهتم بدي بشكل كويس جدا جدا لان انا عارف كتير جدا جدا ان النواحي الخططيه خاصة مع الفرقة الكبيرة بتفرق كتير جدا، حتى انت بتعليك على الصعيد الخططي بتاع الناس تحس بقيمتك كفرقة. كمان انت بتحاول تعلي التركيز الذهني لدى اللاعبين وتحط هدف للمكان، مكان يستحق انه يبقى له هدف، يستحق للمكان يبقى هدف، ويستحق انه يبقى له عنده مشروع جيد لبناء فريق زي الحرس كده. قعدنا حوالي من ايام الكابتن حلمي 2001 لحد 2011 يتبنى فريق ويصعد من المراكز التواجديه ثم الشرفيه ثم التنافسيه ثم احراز البطولات. فده اللي احنا ده اللي نفسي انا احققه مع الطلائع،
ان المكان يستحق بشكل كويس جدا جدا ويتحط له هدف بشكل كويس ويبقى مشروع. وده بيتطلب حاجه مهمه يا اسلام، انك نمره واحد تحافظ على اللاعبين بتوعك ما يتسربوش. وانت عارف النهارده في كلام على مهند، كلام على سمير، كلام على بسام، كلام على الفيل، ودي مجموعه لاعبين عصب مؤثرين. الفريق مؤثره. لما انت هتسيبهم هتبتدي تبدا من جديد، وانت مش ممكن كمدرب مشروع تبداه بعدين تيجي اخر السنه يتفشكل لك وتبدا مع ناس جديده. لا، انت عاوز تبدا تحط النواه ثم تبني طوبه ثم تبني بعد كده عشان تقول ان انا بعد خمس سنين الفرقه دي هتنافس على بطوله الدوري. اوكي احمد، بتبص للي جاي ازاي؟ بمعنى ان يعني والدك واحد من اهم واكبر المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر، انت بتبص للي جاي ازاي؟ انت دلوقتي ماسك فريق درجه ثانيه بتشتغل معاهم بشكل او باخر، هل لو والدك طلبك هتروح؟ هل لو جالك يعني كمدير فني في نادي اكبر هتعمل كده؟ بتفكر ازاي؟ انا من بعد ما بطلت يا كابتن اسلام، وانا اخذت يعني لما اتناقشت مع كابتن طارق قال لي ان انا اخد كارير التدريب، ابتديت اخد الشهادات الخاصه التدريبيه وخلصتها وابتديت اخش في الاستاف مع كابتن طارق. ودي اخذت 3 سنين، سنتين مع الحرس وسنه مع المصري، والثلاث سنين دول استفدت يعني اخذت فيهم خبره طبعا. اخذت فيهم خبره بشكل كبير، خصوصا السنه بتاعه المصري يعني. فانا الفتره دي بحاول اعد نفسي بشكل جيد، وحتى في الموضوع التحليل الفني برضو للمباريات بحاول اعد نفسي فيه، وخصوصا ان انا على اول السنه ان شاء الله لو في اتاحت فرصه تانية مع الكابتن طارق طبعا دي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي، لان طول ما انا مع الكابتن طارق في الاستاف طول ما انا بتعلم. فلو في فرصه طبعا مع الكابتن طارق طبعا هرجع تاني، دي اول اوبشن بالنسبه لي. لو مفيش فرصه وفي فرصه في اتجاه تدريبي فرقه ناشئين او فرقه في الدرجه الثانيه، انا عايز اخدها تدريجي يعني، انا مش مستعجل، انا عايز اخدها تدريجي اتعلم على قد ما اقدر، احاول اتعلم اي حد اشتغل معاه اتعلم منه، احاول اخد الكورسات الخاصه بالتدريب، وان شاء الله يعني يبقى ليا مستقبل كويس يعني. دايما لما كنت بسال الكابتن طارق زمان يعني ما كنا موجودين مع بعض، كنت بساله اقول له كابتن انت قال لي دايما انا احب ايه واحد زي جوزيه كده بيبقى دايما ليه طريقه ليه اسلوب ليه بتاع. انت مثلك الاعلى مين؟ طبعا باباك وكل حاجه، ولكن لو هتنظر لمدير فني اخر هتنظر لمين؟ في مصر ولا في مصر يعني انا بحب ابقى متنوع في المدارس التدريبيه يعني الكابتن طارق ليه مدرسه وانا بحاول اشربها على قد ما اقدر منه، في مدارس تانية مختلفه طبعا زي الكابتن ايهاب جلال، بحب ان انا برضو عكس لو في يعني مش عكسه، لكن عكس الكابتن طارق له طريقه وكابتن ايهاب له طريقه اخرى بالظبط بس ده بالنسبه لي يبقى انا حاجه كويسه ان انا اما اتعلم من مدارس مختلفه فموجوده في مصر. متعه كره القدم اختلاف المدارس بالظبط طبعا، واختلاف الفلسفات بتاعت المدربين، ان النهارده هو صراع ذهني بين كل المدربين، الله ينور عليك، وكل واحد ليه مدرسته ايهما يتفوق على الثاني، هو ده الصراع. الحاجه الثانيه ان انت الصراع ده مفيش شك بيدي كواليتي للدوري ويدي اثاره للدوري ويدي حماس للدوري. بس انت فاكر حضرتك برضو كان في فتره كده يقول لك الكابتن طارق اصله بيلعب دايما الكره الطويله لعبد الحميد بسيوني ولاحمد عبد الغني لو فاكر يعني هو اسلوبه ازاي تنجح بيه تنجح بيه ما غيروش. بص استخدام هو انت بس خلي بالك دي اصبحت طريقه مميزه بطريقه الحشر يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لما تيجي النهارده هو ده وحش انت لا انا قصدي انت تيجي تبص للدوري بحاله هتلاقيه بيلعب سكند بول كل هتدي الدوري. خلي بالك انا بتكلم على ايه؟ انا حاجه انا نفسي النهارده انا عاوز اكمل لك بس النهارده لو انا المريخ وبيلعب النادي الاهلي وعاوز يكسب وشايف اسلوب النادي الاهلي بيحضر من تحت، انا ايه كمدرب هعمله؟ هقول اضغط من الخلف، لو انا عندي الكواليتي بتاع اللاعبين يستطيعوا البناء من الخلف بشكل كويس جدا هبدا. ان هم اللاعبين اللي بيبنوا تحت ضغوط، لو عندي انا لعيبتي بتخطا في منطقه خطر جدا انا ادي الفرقه المنافسه سلاح يجيب فيها ياذيني بيا ابعد الكره عني، فابتدي اخد الاسلوب الثاني اللي هو السكند بول، اللي انا اخد الفرقه لنص ملعب فريق الخصم وعندي انا ممرن الولاد على الضغط بشكل كويس جدا جدا وتقريب الخطوط وعندي اللاعبين مختارهم يعملوا لي الفارق اللي هي التاتش سواء التاتش الهجومي اللي يحط لي سرعه او التاتش الدفاعي. حرس الثلاث بطولات خدها كده. قال لي انا عاوز اقول لك يا اسلام ان الكلام ده مدروس، ما بيبقاش عشوائي، مش مجرد ان انا برسل الكرات الطوليه فقط لا غير، لا ده اسلوب، والاسلوب الولاد متمرنين عليه بشكل كويس جدا جدا، وبعدين
لو انت خدت الفرق لو انت ارسلت، خلي بالك اهم لاعب، ولو تفتكر كاميني كان اهم لاعب في ارسال، ليه؟ كان يجيد اللعب بقدميه. كان كاميني لو كاميني حارس المرمى. ايوه حارس المرمى كان يجيد ارسال الكرات اللي زي دي. أيوة. ثم يجيد الباسنج. وانا النهارده مثلا جوارديولا لما بيجي يختار فرقه مانشستر سيتي اهم لاعب بيختاره مين؟ حارس المرمى، لان ما عندكش الكواليتي بتاع اللعب. النهارده انت معظم حراس مرمى في مصر يفتقدوا المهاره دي. ايوه ليه؟ لان احنا ما طلعناش مدرسه من صغرهم بيتمرنوا زي اللعيبه المهاره. طبعا انا كان كل تدريباتنا كلها تحت المرمى بالايدين. لما اتطورت كره القدم الحديثه اصبح حارس المرمى له دور كبير جدا 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 في تطوير الخطط لكل المدربين. منها البناء. لو حارس المرمى ده لا يجيد، والتغطيه طبعا لا يجيد الباسنج والتحرك في منطقه ال 18 وانه يخرج في التوقيت الجيد ويلعب بقدميه برجليه بشكل كويس جدا اصبح ثغره. لو حتى اللعيبه بتضغط بمجرد انك بتضغط هيخطا. وفي ارقام كتيره جدا جدا حصلت في الاخطاء زي دي. فانت النهارده انت بتبني فرقتك على مجموعه اللاعبين اللي عندك. انت المدرب الذكي اللي يختار الطريقه المناسبه واللي ينجح بيها. اوكي انت عندك الكواليتي بتاع اللاعبين ان انت تبدا من تحت بشكل كويس. ابدا ما عندكش ده ما تتفلسفش، عشان انت اللي في الاخر هتشيل شنطتك وتمشي. صح. طيب دي طريقه لعب كابتن طارق العاشر، طريقه لعب الكابتن ايهاب زي ما كنا بنتكلم هي مختلفه تماما. طارق بيبدا، كابتن ايهاب بيبدا من تحت مهما كان بقى، مهما كانت الظروف. كابتن ايهاب بيشترط على اللعيبه حتى لو ضغط عليك العب على الارض، ما بحبش العب لونج باس خالص. فانت عندك استعداد ان انت تروح للمدرسه دي. انا بالنسبه لي انا متعلم من كذا مدرسه طبعا. انا بالنسبه لي انا بكليه بتعلم يعني لكن انت تطبق ايه؟ ما انا بالنسبه لي لما اتعلم من مدارس مختلفه وبعد كده اما انا اتحط في منصب مسؤوليه واطور على اللي انا اتعلمته فده بالنسبه لي نجاح. يعني انا بحب، انا بالنسبه لي طبعا الكابتن طارق شهادتي فيه مجروحه، بس طبعاً. انا بحاول على قد ما اقدر ان هو مدرسه معايا في البيت ومدرسه معايا في الشغل، فبحاول اتعلم منه على قد ما اقدر. لكن اما اشوف مدرسه ثانيه برضو انا عايز اروح اتعلم، انا صغير عايز اتعلم، يعني بالنسبه لي تبقى نجاح ليا. لكن يوم ما انا امسك مدرب لا، ما انا مش هقلد، انا هتعلم بس اطور انا بفكري انا على اللي انا اتعلمته بس. لكن انا بالنسبه لي طبعا نجاح ان انا اتعلم كابتن حسام حسن طبعا، كابتن احمد سامي في سموحه، انا اتفرجت على شغله في سموحه طبعا مدرب كويس جدا. فلو اتاحت لي الفرصه طبعا ان انا اروح اتعلم من المدربين اللي في مصر انا طبعا هروح يعني. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف برضو راي جمهور النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي في كابتن طارق العاشر. الراجل ده جمهور الاهلي بيحبه جدا. هنطلع نشوف الاول فاصل، وبعد الفاصل نرجع على رأي جمهور النادي الأهلي في كابتن طارق العشري ونرجع نكمل مع حضراتكم. كابتن طارق العشري بقى، كابتن العشري هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني لا يقل أبدا عن أي مدرب أنا شفته في خارجي أو داخلي. هو أقل ما يمكن أن يقال عليه أنه هو لازم يكون مدرب المنتخب. يعني ليه إحنا نجيب مدرب خارجي أو مدرب أجنبي وطالما عندنا نوعيات من مثل الكابتن العشري؟ كابتن طارق العشري يعني أنا اتفرجت عليه وهو لعب في نادي الاتحاد، وكان من الناس اللي أخلاق عالية جداً، وبعد كده اتجه للتدريب ونجح في كل الفرق اللي هو درب فيها اللي هو دربها. وهو عجبني في حته ان هو كان مدرب فعلا محترف وعايز يعني يبني مستقبل كويس ليه، ان جه عمل معايشه مع مستر مانويل جوزيه عشان يتعلم منه. فده مدرب، ده معناه انه مدرب عايز يكبر، وهو كبير فعلا وكبر. فبنتمنى له كل التوفيق. وطبعا احنا تابعين نتائجه مع طلائع الجيش وجميع الفرق، فمدربين محترمين، وان شاء الله نشوفه كاحد ابناء مصر بيدرب منتخب مصر، لان ده هدفنا برضو ان اولاد مصر هم اللي يدربوا ونرجع تاني المدرب الوطني. كابتن طارق عاشر من المدربين الممتازين وخد السلم من اولهم بصراحه. كابتن طارق وعنده فكر كروي كويس، ومسك حرس الحدود وخد بها بطوله من المدربين
اللي فاهمين وعارف شغله ايه وبيتعلم. حتى كان منول جوزيه كان موجود هنا كان بيجي يتفرج على التمارين وبتاع وبيجدد نفسه. اه لا لا كابتن طارق عشري من المدربين اللي في مصر انا بعتبرهم الناس اللي مش الجيل القديم ولا لا 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 ده راجل حديث وبيجدد نفسه وبيطور نفسه على طول واي فرقه بيمسكها وليه ما يعني في فكر في الارض تعرف ان دي طريقه طارق العشري. كابتن طارق العشري مدرب مميز طبعا عمل تاريخ جامد جدا مع حرس الحدود وحتى من احرز بطولتين مع حرس الحدود من الاهلي يعني كاس مصر والسوبر السوبر المصري مع ايام الكابتن منول جوزيه. طبعا نفس الطريقه بس كنا نتمنى ليه يعني يمسك منتخب المنتخبات سواء المنتخب الاول المنتخب الاوروبي على الاقل لكن مش عارف ايه الحظ مثلا ما ساعدوش في حاجه زي كده. كابتن طارق العشري عامل شغل جامد ومجهود كبير مع نادي طلائع الجيش ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. الكابتن طارق العشري ده راجل محترم وراجل مدرب ممتاز واحنا عرفنا ان هو بيدرب دلوقتي طلائع الجيش فربنا يوفقه ان شاء الله ونتمنى نشوفه في مدير فني في احسن حته موجوده في مصر واحسن نادي يا رب ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. بحاجه الناس بتحبك في الاهلي. انا اولا سعيد جدا كده من داخل النادي الاهلي يا كابتن خلي بالك. من داخل النادي في الجزيره يعني. انا شوف انا سبحان الله يعني من ساعه ما طلعت ورحت قررت ان اروح لمستر مانويل جوزيه واخد المعايشه معاه خلي بالك ده كان عن اقتناع ان انا عاوز اطور من فكري بشكل كبير جدا لكن من ساعتها تحس ان جمهور النادي الاهلي وانا ارتبطت بيهم يعني حب ليهم بشكل كبير جدا انا بشكرهم اولا على ارائهم فيا وتقديرهم ليا ومفيش شك طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا وجمهور عظيم وهو يعني كده اللاعب رقم واحد اللي دايما النادي الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا فانا طبعا بشكرهم وبتمنى ان العلاقه دي دايما تبقى تدوم ويبقى كلها حب احترام دايما متبادل ويكفيني شرف ان هم طبعا يعني بيتكلموا عليا بالشكل الايجابي ده كمدرب بطولات من النادي الاهلي رغم ان انا مش ابن من ابناء النادي الاهلي لكن محب طبعا في الشك طبعا النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا فشكرا ليهم طبعا وشكرا على ارائهم واتمنى دايما اكون عند حسن ظنهم باذن الله. بتتبسط يا احمد لما بتسمع الكلام ده عن كابتن طارق؟ انا اصلا عندي عايش ان عيلتي كلها اهلاويه وعيلتي كلها متعصبين كمان اهلاويه انا عندي والدتي اصلا اهلاويه متعصبه يعني يجي ماتشات الاهلي مع بابا فتقول له لا خلاص انا هشجعك وكده بعدين تيجي تفكر في الموضوع طب نمشيها تعادل بعدين تفكر في الموضوع تاني تقول لي لا ده كده الاهلي هيضيع عليه 2 بونت فمش مشكله لا لا الموضوع عندي الموضوع عندنا لا اهلي اهلاويه متعصبين يعني ما تخلوش يخش البيت فانا عايش في الموضوع ده صراع مرير فاحنا عايشين لا فطبعا انا ببقى فخور جدا يعني ان انا ببقى شايف ان الكلام ده على والدي يعني خصوصا من جمهور النادي الاهلي انا عمري ما انسى احمد عارف حرس الحدود كنت بلعب في حرس الحدود في ذلك الوقت وحرس الحدود كسب النادي الاهلي كاس في الكاس وكان بيشجعنا وبعد المباراه ما انتهت يعني من المرات القليله جمهور الاهلي محترم جدا نادى على كابتن طارق ونادى على الفرقه كلها وسقفوا للفريق كله بعد نهايه المباراه على الرغم من هزيمه النادي الاهلي ودي يعني دي من النوادر اللي بتحصل يعني عندنا النوادر تحس ان حتى في مباراه طلائع الجيش الاخيره في الكاس حصلت كان كل ما فيش مشجع اهلاوي قابلني في الشارع رغم ان النادي الاهلي خد البطوله والله الا يقول لي انا كنت بتمنى مش هبقى زعلان لو النادي الاهلي خسر البطوله وان كان طلع خد فطبعا ده لو ده اللي بيدل على ارتباط كبير جدا بين جماهير النادي الاهلي وبين طارق العشري وانا طبعا ببادلهم بنفس الحب ده والاحترام معرفنا السر خلاص مفيش شك طبعا وبتمنى طبعا توفيق النادي الاهلي نادي الاهلي كبير وسعيد جدا جدا لما بتواجد حتى معاكم في القناه بتاعتكم شرف ليا كبير جدا شرف جدا لنا يا كابتن والله وطبعا النادي الاهلي طول عمره طبعا بيتبنى المواهب من صغرها وبيكبرها بشكل كبير جدا وانا يمكن لما خدت القرار ان انا اروح النادي الاهلي فطبعا كان قرار عن اقتناع نمره واحد النادي الاهلي كان في الفتره ديت طبعا هو كبير طبعا طول عمره لكن هو كان متسيد القاره الافريقيه 10 سنين لو تفتكر النادي الاهلي محتكر البطولات الافريقيه مانويل جوزيه
كان افضل مدرب خلال العشر سنين الاخيره ديت كلها. صاحب فكر اوروبي، وانت يمكن انا معايشتي ليهم انا يعني الناس احتضنتني بشكل كبير جدا جدا ورحبت بيا، فطبعا انا بشكرهم لان ده علامه انا ما بنساهاش في تاريخي، لان اثرت معايا بالايجاب في شخصيتي شخصيتي المستقبليه. وللصدف للصدف السعيده ان احنا اول مباراه قابلنا النادي الاهلي في الكاس كسبنا النادي الاهلي. كانت قبل النهائي في ولو تفتكر في المكس حرس الحدود في المكس وان مانويل المستر مانويل طبعا جه وسلم علينا وقال اتمنى تاخد الكاس. قال لي اتمنى ان انا ارجع من كان عاطل الاجازه اللي هي بتاعتي اللي احنا بنتكلم عليها دي انك الاقي حرس الحدود، والحمد لله كنا ما خيبناش ظن الحرس لعب امبي في النهائي بالظبط وخدنا الكاس. طيب كابتن طارق خلينا بقى نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر داخل حلقة مباراة، يعني انا لسه كنت بتكلم مع حضرتك اولا كيف ترى ترتيب كارلوس كيروش للمعسكر؟ مش عايزين نتكلم عن اسماء لانه في الاخر هي وجهات نظر، يعني انا بشوف ان هو يعني اختار مثلا اسم من الاسماء اللي موجودة وعليه علامات استفهام، لكن في النهاية ما هو خلاص اختار يعني مهما قلنا، ولكن ترتيبه بقى بشكل عام ورأيك برضو طبعا في الأسماء. خلينا نقول إن حق أصيل للمدير الفني في اختيار القائمة اللي هتمثل منتخب مصر بالظبط، وإن كان هناك في لاعبين كانوا صراحة هيبقى لهم دور في المنتخب صراحة، يعني منهم أنا صراحة خلينا نتكلم بكل وضوح محمد شريف. محمد شريف من اللاعبين اللي تحس حتى في النادي الأهلي الفترة الأخيرة لعيب فايق على الصعيد التهديفي. أيوه. وأنت في المباريات اللي زي السنغال انت محتاج لاعب قناص زي ده يعرف يجيب لك جول من انصاف الفرص، يستطيع ان هو يترجم لك، خاصه ان الفرص مش هتبقى كتيره في مباراه السنغال. فانت محتاج اللعيبه اللي زي دي، ولكن في الاخر هي وجهه نظر زي ما انت بتقول، كلنا بنقبل سبورت لها بشكل كويس جدا جدا واحنا يعني كلنا ورا المنتخب وكلنا صراحه يعني بنعمل كل الدفعات للمنتخب في الفتره اللي جايه، بنهيئ له كل الاجواء على اساس ان احنا قدامنا مباراتين مهمين جدا جدا، اهمهم طبعا المباراه الاولى للافتتاح، المفتاح الاولاني اللي هيديك اريحيه في المباراه الثانيه، لان انا مش متصور لو انت ما عملتش نتيجه ايجابيه هنا انك هتعدي من هناك. خلينا نتكلم في هنا الاول يعني لان انت بتلعب مع منتخب، اولا المنتخب الاول على صعيد التصنيف إفريقية، المنتخب اللي حاصل على البطولة الإفريقية الأخيرة واللي كسبك يمتلك من الأسلحة والأهداف والطموحات لتحقيق انتزاع الورقة لكأس العالم، عنده نفس الطموحات متساوية زينا زيهم، هم عندهم بيعدوا نفسهم وإحنا كمان بنعد نفسنا. إذا مباراة على صعيد التوازن القوة أنا شايف إن هي متوازنة، وإن كان هم أعلى سنة السنغال طبعا تمام. على صعيد المهاري، على صعيد الخططي، لعبته كتيبه منتشره في كل انحاء اوروبا، فمنتشيين في الفتره الاخيره حاصلين على البطوله الافريقيه وعارفين ان هم بيلعبوا المنتخب الاقوى في القاره الافريقيه هو منتخب مصر، بدليل ان المباراه ديت انا شايف انها سيناريو متكرر من البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه اللي اقيمت في الكاميرون تمام، الفرقتين عندهم طموحات الفوز، عندهم طموحات، وان كان طبعا المفترض الغلبه تكون لينا لان احنا هنلعب على ملعبنا وكمان بحضور جمهوري ملعب رائع جمهور القاهرة. انا شايف الاستاد من وجهه نظري انا الشخصيه، يعني مش عارف ده يعني تتفق معايا ولا تختلف، ان هيكون في صالح السنغال. يعني ايه بمعنى ان لعيبه المنتخب السنغالي مش السنغال بس، كلنا كل المنتخبات اللي شاركت في الكاميرون كانت اشتكت من ارضيه الملعب مظبوط، وان هي بتاخد من قدرات اللعيبه. اوكي الاستاد مش هياخد من افضل الارضيات المتواجده في مصر. اوكي معمول بطريقه صراحه يعني لعبنا عليه بشكل كبير جدا، فسلاح انا متاكد ان هو هيساعد المنتخب السنغالي. يعني ايه يساعد المنتخب السنغالي؟ يعني اللعيبه دي متمرسه على الملاعب الاوروبيه، والملاعب الاوروبيه ما شاء الله في الكواليتي بتاعها عالي جدا. يعني بيهتموا بادق التفاصيل عشان توصل ان الملاعب تبقى كويسه تساعد اللاعبين. فانت المباريات اللي زي ديت انت بتخطط في اجواء خارج الملعب، او انت بتختار اجواء تساعدك في الفوز. نعم. منها ارضيه الملعب.
فالارضيه دي انا متاكد ان هي هتساعد اللعيب المنتخب اسرع، هم اسرع، هم اقوى، هم امهر، هم يعني في الحاجات اللي زي ديت في الملاعب اللي زي ديت تلاقي امكانياتهم تبان اكتر. فانت ما فيش شك طبعا كلنا بنتمنى نلعب على الارضيه اللي زي ديت بشكل كبير جدا تبقى مباراه، لكن في مباريات لكن انت بتخطط تكسب ولا تلعب صح زي دي. ايوه انت النهارده لو انت النهارده خلينا نتكلم يعني بكل واقعيه ان لو احنا عملنا افضل ماتش للمنتخب امام منتخب السنغال ولكن ما حققتش النتيجه الناس هتزعل، وكانت النتيجه سلبيه والنتيجه ايجابيه لصالح المنتخب السنغالي، هل هيفتكروا الاداء الجيد اللي انت اديته؟ مش هيفتكروا، لكن هيفتكر ان انت خسرت ورقه الترشح. اذا انت عشان تخطط لورقه الترشح ده في عوامل انت لازم تاخدها سلاح ليك، منها دي يمكن انا كلمتك بكلمك قلت لك يوم ما كسبنا ما كنت مع اهلي بنغازي، والاهلي بنغازي كان بيلعب في تونس اتعرض علينا ملعب رادس، وملعب رادس شبيه بملعب استاد القاهره وانا قلت لهم لا انا مش عاوز ملعب رادس، ملعب رادس هيخدم لاعبي النادي الاهلي الاهلي المصري طبعا هيخدم النادي الاهلي المصري الاهلي البنغازي لما كسب، لان انا عارف امكانيات المهاريه للاعبي النادي المصري لاعبي النادي الاهلي المصري لو اطيحت ليه الملعب بشكل كويس جدا هيتفوق عليا. فقعدت ادور على ملعب في تونس لقيت ملعب اسمه الشاذ الزويتي ملعب صغير، قضيه الملعب بتاعه الملعب مش الكواليتي بتاعها مش عالي، تخدمك انت كاهلي بنغازي تخدمني انا على طريقه لعب انا لان انا عاوز انتزع الفوز او على الاقل ما تغلبش من الاهلي تمام، لان انا عارف الفوارق الفنيه طبعا، عارف في فوارق منتخب السنغال ومنتخب مصر في فوارق ولا مش فوارق؟ في فوارق، في فوارق كلنا مجتمعين، مش انا اللي بقول ده كل التصنيف اللي بيقول مش كده ولا ايه؟ صح. ففي فوارق فنيه انا عاوز يعني اختزلها، عاوز اقللها بشكل كبير جدا. فكان نتيجتها ان انا كان حصل لي تفوق، والنادي الاهلي اول ما نزل التسخين اشتكى من ارضيه الملعب، فخد من قدرات الذهنيه للاعبين والجهاز الفني وابتدوا يتكلموا على ارضيه الملعب ان غير الملعب غير مناسب، ارضيه برج العرب تناسبنا اولا للتمرس عليه، احنا لاخدنا انتزعنا بطوله كاس العالم عليه واحنا بنلعب عليه بشكل كويس، هم ممكن ما يساعدهمش الارضيه تقيله وما تساعدهمش، عايز حد متمرس عليها يعني. ايوه وانت في الاخر خلي بالك عايز اكسب الموقف، المباراه اللي بينك وبين السنغال في الكفتين دول نتيجه ممكن تكون كام؟ يعني انت لو توصل 1-0 2-1 1-0 بالنسبه لك طبعا ده يعني هيبقى يعني شيء كويس جدا طبعا، 2-0 يبقى خلاص انت ضمنت الصعود صح، لو انت وصلت ل 2-0 انت ضمنت الصعود تمام، لكن انت في اسلحه خارج الفنيات داخل الملعب بتساعدك انت كلاعب. انا من وجهه نظري ان ملعب استاد القاهره هيساعد الفريق السنغالي اكتر من لعيب منتخب مصر، وبالتالي انت شايف ان المنتخب المصري قادر ان هو يعني بالشكل اللي احنا شايفينه. خلينا نشوف ان المباراه هتكون سيناريو للمباراه النهائي في بطوله الامم الافريقيه، وان كان بس على ملعب افضل بقى، ما انا بقول وان كان المفترض ان انت كمنتخب مصر بتلعب جوه بلدك وسط جمهورك وبتدور على انك تنتزع الفوز، فانت عشان تدور على انتزاع الفوز فلازم هتهاجم وهنا الخطوره، لان انت ازاي انت تحافظ على التوازن الدفاعي بتاعك بشكل كويس جدا عشان مرماك ما يخشش فيه هدف، لان لو انت داخل فيك هدف بيأثر عليك بالسلب. الحاجه الثانيه ان انت عاوز تحرز هدف بالظبط في اللعب وانا اعتقد ان المباراه هتبقى مغلقه تكتيكيا، فرص فيها مش هيبقى كتير المنتخب السنغالي يعني يمتلك من اللاعبين اللي تقدر ينفذ معاه اي تكتيك ممكن الكونتر اتاك، ممكن الفاست اتاك، ممكن السكند بول، ممكن الاستحواذ، عنده اللاعبين الكواليتي الجيدين. الحاجه الثانيه ما تنساش المنتخب ده منسجم بقاله فتره مع مدربه بقاله فتره طويله جدا، بطوله الامم الافريقيه اللي قبل كده الوصيف، وبعدين البطوله السنه دي هو البطل، يعني اذا عنده انسجام قوي جدا بين اللاعبين ولاعبين جيدين على مستوى الكواليتي، لاعبين على المستوى الاحترافي يعني عندهم امكانيات كبيره جدا جدا، عندهم سرعات، عندهم ويل بيلدينج باللاعبين. انا اعتقد ان كروش مركز كتير جدا حتى كمان على صعيد الاجسام بتاعت اللاعبين على اساس ان هم يجاروا لعيبه منتخب السنغال. فطبعا مباراه في الملعب محتاجه تركيز ذهني كتير جدا جدا جدا، محتاجه صبر من الجمهور
لان الجمهور انت عارف لما الدنيا بتقلق بيبتدي يزوم شويه والكلام شويه، ولو قدر الله كمان لا ده انت محتاج مسانده للاخر لاخر دقيقه لاخر دقيقه لاخر دقيقه. التعادل خلي بالك يعني حتى لو انت الماتش فيه يبقى الماتش في الملعب لسه يعني انت خلي بالك الماتش في الملعب الناس بتقلق لا لا خلي بالك التعادل لسه الماتش في الملعب هناك هيبقى هو عايز يجيب جول لك يعني ساعتها لو تعادلت هنا ايوه يديك انت العكس يديك انت بقى الفرصه ان واحد زي محمد صلاح واحد زي التريزيجيه بالظبط كده لو قفلت بشكل كويس جدا تعمل النتيجه مرتاح لكن المهم ان انت ما تخسرش المباراه ما تخسرش المباراه. عايز اعرف رايك يا احمد برضو في اختيارات كارلوس كيروش وفي شكل الماتش هيبقى ازاي. واحنا يا كابتن اسلام تاريخيا احنا لاعبين 12 مباراه مع منتخب السنغال احنا كاسبين 6 وهم كاسبين 4 ومتعادلين 2 فاحنا متفوقين تاريخيا لكن احنا على ارض الواقع احنا هنلاعب منتخب لحد ما متفوق علينا في الناحيه المهاريه والناحيه وفي السرعات فاحنا انا بالنسبه لي ان احنا لازم نطلع على الاقل ما نطلعش يعني نطلع بنتيجه ايجابيه في اول ماتش يعني اهم حاجه ما يجيش فينا جون لان انت هتقابل لعيبه كبار جدا زي ساليو باك ليفت بونا صار في باك رايت عندك كلكم الصراحه كولوبالي في المساك كلهم اسماعيل اسار واتفورد ساديو ماني ليفربول فبالنسبه لي اهم ماتش الماتش الاولاني ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه وما يدخلش فيه الجون عندهم اقوى افضل حارس مرمى على الصعيد الاوروبي مظبوط وفي العالم كمان لكن في القائمه طبعا انا بالنسبه لي علامه استفهام على محمد شريف زي ما قال الكابتن محمد شريف مظبوط يعني انا مبسوط كمان لدخول قفشه لان صراحه انا شفت قفشه اتظلم ان هو ما كنش موجود في البطوله الافريقيه يعني صراحه يعني خاصه انا كمان لان كروش على الصعيد التكتيكي هو بيعتمد على طريقه 4-3-3 لكن انا لو هنا على ملعبي عاوز اطور عاوز اعمل كثافه هجوميه صح فبشيل واحد من نص الملعب وبلعب كمان يبقى قفشه الراجل رقم 10 او اللي هو اللي ممكن يغير لك شادو سترايكر ان هو يقدر كمان يضيف لي كمان على الصعيد الهجومي بشكل كبير جدا فهو عدم تواجده في البطوله الافريقيه انا شفتها اتظلم لانه كان بيأدي بشكل كويس وكان مؤثر جدا مع النادي الاهلي وما زال يعني حتى في الفتره الاخيره قفشه عامل دور كويس جدا جدا مع النادي الاهلي على الصعيد التمويل على الصعيد التهديفي على صعيد الربط بين خط الدفاع ونص الملعب وبين خط الهجوم فانا مبسوط ان دخل المنتخب وده حقه الطبيعي وان شاء الله كمان يشارك مع المنتخب. ما استغربتش من استبعاد مهند لاشين؟ استغربت طبعا يعني بعد كل الفتره منتخب بطوله عربيه وبطوله اوما وبعدين يجي في ماتشين زي دول يستبعد منتخبه ياخد نبيل دونجا اللي ما خدوش معاه يعني هو مهند طبعا نبيل دونجا لعيب كويس لكن انا بتكلم على ان مهند كان معايا بطوله عربيه ولعب وبطوله افريقيه لعب بطوله افريقيه ولعب طيب يعني انت مش بتقيمه عايز ايه بالظبط يعني خاصه ان مهند الفتره الاخيره بصراحه مر بظروف صعبه جدا محمد شريف اولا محمد شريف كمان ما كانش معاه كويس يعني مهند كمان مر بظروف لان كان دخل من بعد ما دخل جيم البطوله الافريقيه دخل موضوع كورونا وقعد فتره طويله جدا بعيد واحنا صراحه ضغطنا عليه عشان يرجع وعشان يمارس فطبعا اللعيب لما يبقى مريض ويرجع مش هيبقى الكواليتي بتاعه طبعًا. في الانتاج جيد بس انت عارفه صح انت عارفه فطبعا يعني انا استغربت طبعا وبقول لمهند يعني معلش هارد لك ما لكش نصيب هي كل شيء نصيب مهند موقفه ايه مع نادي طلائع الجيش يا كابتن مهند عشان احنا سامعين كلام كتير لا هو مهند اصلا لاعب لطلائع الجيش لسه في عقد ممتد بس الانديه مش سايبانه في حد بالظبط ضغوط كبيره جدا ودور طبعا دول الايجنتات مصر يعني واجعين دماغنا واكلين ومفيش شك طبعا كلنا عارفين ان هناك سقف لطلاع الجيش في الماديات طبعا فهم بيلعبوا على السقف ده ان هو هيديك اعلى يعني طبعا يعني هو هيديك اللاعب اللي هو عايزه تعرف اللاعب لما بيلاقي مبلغ كبير دماغه بتلف طبعا يعني وانت النهارده الارقام وصلت لارقام يا اسلام كبيره جدا خياليه صراحه يعني في مصر يعني كبيره جدا جدا وانا بصراحه بقول يعني انه انديه امكانياتها الماديه اللي هتواصل ان هي تستمر بصراحة في يعني في ضخ الاموال دي كلها فانت انا من رايي ان محتاجه تقنين شويه في موضوع الماديات لان احنا اولا ما عندناش الامكانيات الانديه دي كلها فلازم الانديه تكون قريبه من بعض عشان تدي كواليتي كويس لكن ما يبقاش في فارق كبير جدا بالانديه خاصه على صعيد الماديات فهو مهند لسه مكمل المفروض عقده مكمل لكن لو جاله عرض كويس ممكن تفكر طبعا لو انا بتسالني انا عاوز اعمل مشروع واكمل انا حافظ على القوام الاساسي المجموعه اللي موجوده لكن لابد ان يبقى قاعد مرتاح طبعا يعني مش هيديك اللي انت عايزه ذهنه مرتاح بالظبط نفسيته مرتاح فده دور كمان مجلس اداره في المشاركه معاه
ان شاء الله يا رب كل التوفيق يا كابتن طارق. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على وجودك معانا، وبجد انا بستمتع بحضرتك دايما معايا. الله يخليك كابتن اسلام. النهارده معانا احمد برضو نفس يعني بجد والله عاجبني جدا احمد واسلوبه الهادي. ان شاء الله ربنا يوفقه. ان شاء الله ربنا يوفقك كده احمد. مبسوط انا كنت مع حضرتك يا كابتن. انا بشكرك جدا يا احمد. انا بشكر حضرتك جدا النهاردة. انا بشكر حضرتك جدا وكنت مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. اول مره تبقى مع كابتن طارق في برنامج هوا؟ تاني مره. تاني مره. كابتن طارق اصله قعدته جميله يعني تقعد احنا في البيت على طول كده. على طول كده. ها يا بختك يا احمد. هو سوى عز الدين خلاص. ان شاء الله ربنا يوفقه احمد وان شاء الله يشق طريقه سواء معايا او يبقى له مستقبل ان شاء الله في اي نادي باذن الله. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق ونتمنى لك التوفيق. شكرا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن طارق. شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراته القادمه. زي ما قلت لحضراتكم الفتره القادمه كلها هيبقى المنتخب الوطني ومسانده منتخبنا ان شاء الله في مباراته القادمه الصعبه جدا جدا جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.